أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. عمدا لمنشل الدنا والداي ومنزل صفاي والدواي، عمدا لمنشل الدنا والداي ومنزل صفاي والدواي. من عمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء، ثم على من عيس ما استسامر يبرأ بلا بد وفايا بالغرب. محمد طبيبنا الحكيم أزكى ظلام ربنا الكريم، محمد طبيبنا الحكيم أزكى ظلام يا ربنا الكريم. ولا لوساد ذوي العلا متاج سل سفان لسواي، عزا وإن اليوم سوء أو جاء مبتغياً عون المجيب الداعي، وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني عطاء قراني مقتدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع درنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع درنا. بجاه خير العالمين الكريم، ثم بيمن رمضان العظيم. الله يا رحمن يا رحيم، يا بر يا كريم يا عظيم، اغفر ذنوبنا تقبل منا ومما وتجاوز عنا، وانزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم، وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا، وهب لنا رسالة التعاتي
وكفنا الكزل في اللوحات وهب لنا الحرص على طاعاتي وكفنا الكزل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له الأمر الورى يا سافي أنزل رضاك مكان الداي ولا تعاملنا بالابتلاي وأرسل النفع مكان الضر وأرسل الخير مكان الشر وأرسل العلم مكان الجهل وأرسل الجود مكان البغل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف الجميع المسلمين عاجلا شم فيهم خوفا وعزنا عاجلا ونجهم وعافهم والتبهم لا تواخذهم بكشر جنب فإنهم وإن عسوك يا أحد بقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تخبروا على بلايك الضيوف الذروا قلوبهم ليست تميل ابدا الى سواك من الى خدا لكن ما تلشد الجوارح افضاهم لأقبح القبائع فلا تواخذهم بما لا ينقصك واليوم عبد الذي لا ينفعك يا الله يا مخلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا أخلافا نكفى ترى واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافيهم خدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين المخلصين واجعل جميع المخلصين الزاهدين واجعل جميع الزاهدين الناشعين واجعل جميع الناشعين الشادقين واجعل جميع الشادقين الفائزين وأخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فينا عدا وخيرا وكفهم منا شن والضيرا
أغرنا بقرب لوجهك وأغرهم بقربنا فنسلك وجل جميع أخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النظر واجعل لنا أنا وحنا عزا فاخرة وبدلا فمغزا وهب لنا مكارم الأخلاق ما حتى حبي بلا شقاخ وهب لنا مكارم الأخلاق ما حتى حبي بلا شقاخ وجل شقيرنا وخير كبير وجل كبيرنا يعين الصغير وجل خلوبنا على التوعد بلا تنازع ولا تعزل ولا تغزل ولا تدبر ولا تباعد ولا تنافر حتى نزيل المسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في دار خير عافية واحم وعد وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وخدا يوم الخيام بجاي خير من شوى الأمراض ووهب المرهوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأشغال وسليا عليه ثم سلما وآله أشعاب الكرماء مع فلع المشهور بالدعاء وعوفي المريض بالشفاء ولناظم يدا ضده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء والدم علي في مشاء والشباح وأغلشا لنا الجبال والفلاح بإسم ربنا وجايم الصلاة صلى عليه ربنا كما اشتوى بإسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.